اكشن. بتبدا الحكايه بسلين وهي بتحكي اللي حصل الجزء اللي فات، فاكيد مش هحكوا لك في الاول يعني، فاهم؟ ارجع يا باشا اتفرج على الجزء اللي فات، هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت، وبعد كده ارجع تاني للفيديو دوت واعمل لايك، وبعد كده نخش في الحكايه بقى عشان ايه يعني، فاهم؟ يلا بينا. بتبدا الحكايه بسلين ومايكل وهما داخلين مكان زي معمل، ومفروض ان مايكل دوت الوحيد اللي متبقي، والمفروض ان دوت دمه اندمج ما بين المستذئبين ومصاصين الدماء، فهو اقوى منهم هما الاثنين، وحاليا هو حليف سلين الوحيد بعد ما قتلت فيكتور الجزء اللي فات. وبعد كده بنشوف الملزق دوت وهو راجع على القصر، وبيبقى عايز يطلع ماركوس من التابوت بتاعه، فلما بيفتح التابوت بيلاقيه فاضي. ايه ده؟ ومره واحده ماركوس بيطلع وبيروح جاي يقتلهم كلهم، وزنق الواد الملزق ده في الحيطه، بيقول له يا اسطى انت عيل خاين يا اسطى. قال له والله ابدا. قال له انت كذاب. راح جاي عر. المفروض ان عر دي لما بيمص دمه بيشوف كل ذكرياته، فاهم؟ فقال له يا اسطى انت كذاب. بام وبام دي اللي هو قتله يعني، فاهم؟ ومن هنا بنفهم ان الواد الملزق ده كان جاي يقتل ماركوس قبل ما سيلين تروح له وتفوقه، وماركوس اصلا ما كانش في التابوت بتاعه، لان في الجزء اللي فات لما فيكتور ضرب الدكتور فالدم بتاعه وقع على الارض، وبعد كده نزل على التابوت بتاع ماركوس، فماركوس كان صاحي وعايش تحت اصلا، فاهم؟ وبعد كده بنروح لسيلين ومايكل في المعمل، والمفروض ان هي بتجهز نفسها عشان ترجع وتصحي ماركوس، عشان المفروض ان ده الزمن بتاعه والعهد اللي المفروض يمسك فيه الحكم بتاعه. فمايكل بيقول لها انا عايز اجي معاكي. هتقول له يا اسطى انت لو جيت اصلا هيصفوك، انت اصلا فاهم مطلوب هناك ففكك يعني. فبيبص لها هو هاجي معاكي، لسه متحول جديد طري كده يعني، فاهم؟ وبعد كده بنروح للراجل ده وبيبقى اسمه كريس، وبنلاقي ناس داخله عليه بشنط، وبيبقى فيهم جثث اميليا ولوشا وفيكتور، وبياخد باله ان لوشا السلسله بتاعته مش موجوده عليه. وبعد كده بيفتح القفص الصدري بتاعه وبيطلع منه حاجه زي حديده من جوه كده، ما اعرفش فاهم، حاجه بتتفتح زي البرطمان. طب برطمان يا انت مخلل. وفي نفس الوقت ماركوس بيكون الناحيه الثانيه عرف يحدد موقع سيلين. وبعد كده بنروح لمايكل وهو ماسك كيس دم، المفروض ان ده هيبقى اكله يعني، بس هو مش عارف ياكله اول مره، لسه متحول جديد فاهم. فراح على مطعم ياكل، قال لك ايه الجرف ده. وفي نفس الوقت كان في زي حكومه هناك شافوا صورته وعرفوا ان هو مطلوب، فلما بيبداوا يهجموا عليه هو بيقوم معاهم بالواجب. وفي نفس الوقت الرجاله اللي مع كريس بيقولوا له ان مايكل فيه هجوم عليه في المطعم، فبيامرهم ان هم يروحوا ينقذوه دلوقتي. وبعد كده بنرجع لسيلين تاني، وبنشوفها وهي بتشوف ماركوس طاير، وبترجع جري على المعمل ومش بتلاقي مايكل، ولما بتروح عشان تدور عليه بتلاقي الحكومه دي بتجري وراه عايزه تمسكه، فبتروح عليهم وبتقتلهم. وفي نفس الوقت ماركوس بيكون وصل وبيزنقها في الحيط عشان يشرب من دمها عشان يعرف ذكرياتها وبتاع، فمايكل بيديله رصاصتين وبياخدوا العربيه وبيخلعوا، بس ماركوس بيبقى وراهم مش بيسيبهم، ومايكل بيتحول عليه وبيفضلوا يضربوا بعضه وبتاع لحد ما بيعرفوا في الاخر ان هم يخلعوا منه، وبيبقى ماركوس عايز يوصل لهم عشان ياخد السلسله دي. ولحد دلوقتي هم بالنسبه لهم السلسله دي لغز، وعايزين يفهموا هو ماركوس عايزها ليه بالذات. وبعد كده رجاله كريس بيوصلوا المعمل اللي كانت سيلين مستخبيه فيه، وبيضربوا الحكومه اللي هناك وبيفجروا المكان كله. وبنرجع لسيلين وهي مع مايكل، وبتكون بتفتكر السلسله ديت ان كانت معاها وهي صغيره، فبتقول لمايكل يا اسطى السلسله دي كانت معايا وبتاع، بس هي مش فاكره كانت معاها ليه، فبتقرر ان هي هترجع لواحد اسمه تانس، وده المفروض ان هو بيكتب التاريخ بتاع مصاصين الدماء وبتاع، فاهم؟ عشان تعرف منه السلسله دي وهي صغيره ليه كانت معاها. فبتاخد العربيه وبتروح عليه، وهي هناك على البوابه تانس بيشوفها في الكاميرا، فبيتك على زرار كده وبتقف حفره تحت الارض، ومايكل فوق بيبقى فيه ذئب بيهجم عليه وبتاع، وفي نفس الوقت سيلينا بيهجم عليها ذئب تحت. المهم ان هما الاثنين بيخلصوا عليهم وبتاع، وبعد كده بيقفشوه وبيجبروه ان هو يتكلم، وبيقول لها ان فيكتور ده مش اول مصاص دماء متحول، اللي كان متحول قبله كان ماركوس، وماركوس كان ليه اخ اسمه ويليام، وماركوس نفسه تحول لما خفاش عضه، وفي نفس الوقت كان ويليام اخوه فيه ذئب عضه فتحول لمستذئب، ومن 8 قرون لما كان فيكتور خلاص هيموت، فماركوس بيعرض عليه ان هو يمص دمه ويخليه عايش للابد، ان هو يبقى مصاص دماء يعني وبتاع، فاهم؟ فبعد ما بيحوله فيكتور بيخونه وبيروح يحول الجيش كله لمصاصين دماء، وبعد كده مسك ويليام اخو ماركوس وحطه في مقبره ودفنه في الارض، وان المفتاح اللي معاها ده يبقى مفتاح مقبره اخو ماركوس اللي هو ويليام، واللي صنع المقبره اللي شبه السجن ديت يبقى ابوها، وبعد كده سابوا المفتاح معاها وقتل ابوها وامها، عشان كده كده هي مش هتفتكر السلسله ديت بتاعت ايه، فاهم؟ هي كانت عيله يعني. ومن هنا بنعرف كمان ان كريس يبقى ابو ماركوس وويليام، ولما سيلين بتسال عن السلسله هو ماركوس عايزها ليه، فبيقول لها انه ما يعرفش بس في حد تاني يعرف، وبيقول لهم ان الشخص اللي يعرف القصه دي واحد اسمه لورنس، فبياخدوا العربيه وبيروحوا له على هناك. وبعدها ماركوس بيدخل عليه وبيساله عن المفاتيح، فبيقعد يرغي كتير وبتاع، فماركوس بيمص دمه عشان يعرف الدنيا كلها، وبعد ما بيمص دمه بيقدر يحدد مكان سيلين. ولما سيلين بتوصل هناك بتشوف كريس وبتعرف ان هو ابو ماركوس وويليام، وفي نفس الوقت ماركوس بيكون وصل وبيقتل مايكل وبياخد منه السلسله، وبيخش على ابوه يتكلم معاه وبتاع، ابوه بيقول له يا ابني مش هينفع ان انت تفك اخوك، اخوك لو اتفك العالم كله هيتقلب. فقال له بص حاج انا دلوقتي عايز احكم العالم، وحكيم العالم ما بيبقاش ليه كبير. راح جاي قاتل ابوه، وبعد كده مص دمه عشان يقدر يحدد موقع المقبره بتاعت اخوه فين، وبياخد منه المفتاح التاني وبيطلع على هناك.
هناك. وبعد كده هناك لما بيروح بيفتح البوابه وبعدها بيفتح المقبره، واخوه بيطلع عليه وبتاع، بس في الاخر بيعرف ان هو يهديه. وبعد كده كريس قبل ما يموت بيخلي سيلين تمص من دمه عشان تعرف الطريق بتاع المقبره وتروح ان هي تنقذ الموقف هناك. فبتعمل كده فعلا وبتاخد طياره وبتطلع على هناك. ولما بتوصل للمقبره بتلاقيها مفتوحه وبتفهم ان ماركوس حرر ويليام وهربوا، بس ويليام بيبدا يظهر وبيبداوا ان هم يضربوا عليه نار، وبيبدا كمان ماركوس ان هو يظهر وهو وسيلين بيمسكوا في بعض. وبعد ما بيفضلوا يضربوا في بعض شويه بتنجح ان هي في الاخر تقفل عليه المقبره من بره بالمفتاح اللي معاها. وفي نفس الوقت مايكل اللي هو المفروض مات بيبدا بعد كده الدم يجري فيه وبيبدا يفتكر كلام سيلين معاه، فيا سبحان الله بيفوق. وبعد كده بنشوف سيلين وهي بتضرب نار على ويليام، وويليام بيعض الرجاله بتاعتها عشان يحولهم لمستذئبين زيه، وبتحاول ان هي تقفشه بقنابل وبتاع بس بيخلع منها. وبعد كده الرجاله بتاعتها بداوا ان هم يتحولوا مستذئبين وبتاع، وبتضرب عليهم نار بس الذخيره بتاعتها فديت، وبيكونوا لسه هيهجموا عليها وهيقتلوها وبتاع. مايكل بيكون فاق ونطلها من الطياره، ولما بينزل بيخلص على الرجاله اللي كانت بتهجم عليها وبتاع، وهي اصلا بتبقى مستغربه اللي هو انت ازاي لسه حي. وفي نفس الوقت ويليام بيكون جاوب بتبدا بقى الدايره ايه توسع في الدنيا دي كده، فاهم الحوار بيكبر. وبعد كده ماركوس بيفتح بوابه المقبره وبيطلع لهم، فالناس اللي في الطياره لما بيشوفوه طالع وبتاع بيفضلوا يضربوا عليه نار، فبيشد الحبل وبيوقع الطياره بيهم كلهم. وبعد كده ماركوس والبت بيمسكوا في بعض، والناحيه الثانيه ويليام ومايكل ماسكين في بعض، وسيلين في الاخر بتنجح ان هي تكرمش الولد دوت وترميه على مروحه الطياره، فبيتفرفت كده 30 حته في بعض كتير قوي منظر الصراحه يعني، فاهم قصدي. ومايكل الناحيه الثانيه بيكون قطع رقبه ويليام اصلا من الوجود اساسا، فاهم. وبعد ما بيقتلوهم وبيخلصوا الليله وبتاع الشمس بتطلع عليهم، وبنلاحظ ان الشمس ما اثرتش في جسم سيلين، جسمها يعني ما اتحرقش ان هي فامباير وممنوع من الشمس وبتاع، فده معناه ان كده في جزء ثالث يعني، فاهم يعني. انت المفروض عشان بقى تبقى فاهم الدنيا دي ماشيه ازاي عشان ما تتكعبلش منك حضرتك، المفروض ان انت هترجع تتفرج على الجزء الاول تقريبا. انا قلت كده في اول الفيديو وقلت تقريبا اعمل معاه لايك مش فاهم. المهم ما علينا يعني، المهم ان انت المفروض لازم 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 ترجع تتفرج على الجزء الاول لو ما اتفرجتش على ده. وقبل ما تسيب الجزء ده لازم تكون عامل لايك زي ما قلت لك من اول، وقلت لك من 50 ثانيه 15 ثانيه كده. المهم يعني، ويستنوا الجزء الجاي الثالث، ومعنى كده ان في جزء ثالث، وبعد كده بعد الجزء الثالث ده هيكون في جزء رابع، وبعد الجزء الرابع ده هيكون في جزء خامس، وبكده بقى احنا كنا قفلنا سلسله اندر وورلد. فانت دلوقتي بقى المفروض ان محتاج ان انت تعمل ايه؟ المفروض ان انت تعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس بتاع، ما تخليك لايم معايا كده يا اسطى. في انا كل مره بفضل لك اعمل كده، انت مش حاجه يا عم، انت مش حاجه يا عم، مش عارف انا يا مالك فيه. معلش يا جدعان اعذروني عشان الشتا دخل والبرد فاهم موتني، انا اصلا عامل في اوضه كله وانا فاهم يعني زوري فعلا تعبني فاهم يعني، قدر مجهودي يا اسطى. في ايه يا اسطى انت بتعمل كده ليه يا ابني انت؟ بص هسيب لك حته من الجزء الاول عشان ايه ترجع تتفرج عليه. الفيديو ده على ورقه وقلم احمد فارس وحنجره احمد فارس بتاع سيكولوجي بالعربي، اني الاثنين، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام. اكشن. دي سيلين، وده واحد ماسك كاميرا ما نعرفوش اصلا، واللي ما نعرفوش دوت بيبقى ماسك كاميرا وبيصور ناس ماشيه في محطه قطر. المهم الراجل ده لما بيوصل محطه القطر بيحس بحاجه غريبه فمش بيرتاح، فبيطلع رشاشين من جيبه وتر، وسيلين بتبدا تظهر وهي بتضرب نار برضو عليه وبتاع، ومره واحده البني ادم ده بيتحول لذئب. مالك يا ابني؟ وبعدها بيفك دماغه عليهم كلهم، فسيلين بتجري وبتلاقي مكان ان هي تقدر تنزل منه تحت الارض، فبتفتح الغطا وبتنزل، ولما بتنزل واحد بيكون لسه هيهجم عليها فبم بتديله، وبنشوف ان المسدس بتاعه الطلقات بتاعته شكلها غريب شويتين، فبينزل عليها واحد تاني من المكان اللي نزلت منه وبتحدف عليه حاجات فضه كده وبعد كده بتهرب. وبعد كده بنروح للمستذئبين وبيبقى القائد بتاعهم داخل عليهم واسمه لوشا، وبيقعد يهزق فيهم شويه كده وبيقول لهم يا جدعان احنا مش هينفع نكسب الناس دي على ارضهم، احنا دلوقتي على ارض مصاصين الدماء، فلازم بقى نبقى كلنا كتفنا في كتف بعض عشان نلموا الليله دي خلصانه. وبعدها سيلين بتروح على